في هذه اللحظة للحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الثالث عشر في المجموعة. هذا الشوط السابع لفئة البكار، آخر شوط المشتركات بمسافة 1500 متر في أول المراكز. هذه شواهين السيد فيصل بن جهويل مع شواهين في أول المراكز. ثاني المراكز شواهين السيد ناصر بن محمد المري واصل في ثاني المراكز. والثالث المراكز الشاهينية سالم بن حمد الأدهم واصل مع الشاهينية في هذه اللحظات كما تشاهدون في هذه اللحظات. والانطلاقة واصل إلى ثاني المراكز وثالث المراكز. هذه الشاهينية للسيد أحمد بن محمد بن فهد الخاطر واصل مباشرة الحفل الكريم إلى ثالثة إلى رابع المراكز. واصل كذلك شواهين السيد فيصل بن جهويل، ولكن روح معلم في أول المراكز. هذه الشاهينية سالم بن حمد الأتم مع الشاهينية في أول المراكز. الحفل الكريم هذه مع هذه الانطلاقة المميزة ولا ضار مع الشاهينية للسيد سالم بن حمد الأتم في أول المراكز. أتمنى له الشفاء. الحفل الكريم أخونا سالم بن حمد الأتم في رحلة علاج ببانكوك تايلاند. هذه الشاهينية في أول المراكز، واتمنى ان ترسل له سلامات هذا الصباح مع هذه الشاهينية. هذه اللي في اول المراكز. ثاني المراكز هذه شواهين لسيد فيصل بن جهويل في ثاني المراكز. ثالث المراكز اسم بعيد عنا كل البعد، ولكن هذه اللي في اول المراكز الشاهينية. الشاهينية في اول المراكز سالم بن حمد انا تبع الشاهينية في اول المراكز. هذه اللحظات الحمد الكريم نقول سلام بانكوك، سلام سلام على هذا الاداء المميز مع الشاهينيه للسيد سالم بن حمد الاتهم. انتزعت المركز الاول وسيطرت تمام سيطره تهانينا والناموس على فوز الشاهينيه بالمركز الاول للسيد سالم بن حمد الاتهم في اول المراكز. وثاني المراكز هذه شواهين للسيد يدعو لك يا الشاهيني الحمله كريمه للسيد فيصل بن جهويل في ثاني المراكز. وثالث المراكز وصلت في هذه اللحظة شواهين لسيد ناصر بن محمد المري. تهانينا والناموس للجميع. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و12 ثانية 32 جزء من الثواني. تهانينا والناموس واخونا سالم بن حمد له منا جزيل الشكر، دعمنا بجهاز هذا الجهاز الريدي الحفل الكريم ارسله لنا من تايلاند، له منا جزيل الشكر على هذا الدعم.